نحن اليوم أمام لحظة فارقة في التاريخ، فمشروع القرار المطروح أمامكم يمس مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله. بأغلبية 143 صوتاً اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً قدمته دولة الإمارات بصفتها رئيسة المجموعة العربية الشهر الحالي، يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين لدى الأمم المتحدة. فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 من نوفمبر 2012، وعليه تستطيع فلسطين المشاركة في جلسات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية، وتقدم الاقتراحات بشأن العمل والقضايا المتعلقة بها والشرق الأوسط وتقديم مشاريع القرارات، لكنها لا تملك حق التصويت. أما بالنسبة للعضوية الكاملة فتطالب بها فلسطين منذ عام 2011، وتشمل العضوية الكاملة المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة ودفع الاشتراكات السنوية والتصويت على جميع القضايا، ويتم إضافة علم العضو الجديد إلى صف أعلام الأعضاء الممتد عبر واجهة مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكاتب الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وإذا لم يوصي مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة طلب العضوية أو أجل النظر في طلبها، عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريراً خاصاً مشفوعاً بمحضر كامل للمناقشة، وللجمعية العامة بعد أن تدرس التقرير الخاص بمجلس الأمن دراسة وافية أن تعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.